وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المنامة السيد جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية. مساء الخير سيد جمال. في حين تواصل قطر تباكيها بمظلومية مزعومة لدى الأوساط الدولية، نراها تستمر في انتهاك حقوق العمال في الداخل القطري، كيف ترى ذلك وفي أي سياق يمكن وضعه؟ أمسي عليك بالخير وعلى السادة مشاهدي قناة البحرين بالخير. طبعا مما لا شك فيه بأن الانتهاكات القطرية كانت واضحة وبينة وجلية بخصوص عدم دفع لمستحقات العمال، وكذلك حتى المستوى المعيشي الذي أو يعني الوضع المعيشي الذي يعني يعاني منه العمال الأجانب داخل الدوحة، هذا يعتبر كذلك انتهاك. يعني احنا نتحدث ليس فقط عن تسديد مستحقات العمال، ولكن حتى المستوى المعيشي الذي يعني يعاني منه العمال في قطر ليس يعني المستوى الذي المفروض أن يكون عليه وضع العمال. فبالتالي أعتقد بأن قطر تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالنسبة لحقوق الإنسان، وكذلك عدم دفع رواتب هؤلاء العمال الذين يعانون الأمرين بسبب تردي أوضاعهم المعيشية وعدم تسديد رواتبهم ومستحقاتهم. وكذا يعني وهناك يعني عدة جهات عالمية سواء منظمات حقوق الإنسان العالمية أو المنظمات يعني التابعة للأمم المتحدة يعني وجهت النظام القطري بضرورة دفع مستحقات العمال ووضع هؤلاء العمال في الوضع المعيشي الذي يستحقونه، ولكن هذا النظام لا يلتزم لا بالقوانين ولا بالمبادئ ولا يلتزم بالاتفاقيات. فبالتالي أعتقد بأن العمال يعانون ما يعانون في قطر. نعم، هذه الانتهاكات تأتي في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة في دفع المليارات ربما في تهديد الأمن الداخلي في العديد من الدول العربية، أليس بالأجدى أن تلتفت إلى الداخل قبل أن تصرف هذه المليارات في الخارج؟ مما لا شك فيه بأن النظام القطري لديه أجندات كثيرة وأجندات متنوعة، ويقوم بانتهاك يعني الكثير من القوانين الدولية سواء الأممية أو الخاصة. هذا النظام تدخلاته في الشؤون الداخلية ودفع المليارات لدعم الإرهاب وإيواء الإرهابيين، وكذلك يعني تسديده لفواتير شراء يعني الولاءات السياسية من دول يعني يريد أن تقف معاه في المحافل الدولية، كل هذه المليارات التي يصرفها هذا النظام ولا يستطيع أن يدفع يعني المبلغ بسيط لهؤلاء العمال. فبالتالي أعتقد بأن الولاءات لا تأتي على حساب الفقراء والمساكين، يجب على النظام القطري أن يدفع هذه يعني المستحقات وأن يعني يكف يده عن يعني دعم الإرهاب والإرهابيين بملياراته ومليارات الغاز والنفط. نعم السيد جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، شكرا جزيلا لك.